تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، أقامت الجمعية حفلها السنوي 14 يوم الوفاء لتكريم كوكب من رواد العمل الوطني والمتقاعدين المتميزين. ويقام هذا الحفل تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وتميز حفل التكريم هذا العام بزيادة أعداد المكرمين الذي وصل إلى 130 مكرما، من بينهم كوكبة من رواد العمل الرسمي والاجتماعي في مجالات الصحة والإعلام والفن والاجتماع والتعليم والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من ممثلي إدارات المؤسسات الوطنية الداعمة. وقد شارك في حفل هذا العام كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية الكبرى ومجموعة كبيرة من متقاعدي القطاع العام والخاص والعسكري. وخلال الحفل ألقى رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة أشاد فيها بجهود المتقاعدين ورواد العمل الأوائل وتضحياتهم الجسيمة في بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه من الواجب علينا الوفاء للمتقاعدين نظير خدماتهم الجليلة. اليوم نحتفل بالمتقاعدين المتميزين في البحرين، والحقيقة أن هذه حق لهم علينا وعلى كل هالبحرين، لأنهم هم الحقيقة بذلوا عمرهم كله في خدمة البحرين في أعمالهم المختلفة من مختلف أنواع النشاط، من تعليم، من أمن، من أشياء محاسبية أو صحية. فالحمد لله أن يعني هذا لين يعني سووا اللي عليهم من واجب، واحنا علينا ان نكرمهم الان وناخذهم كقدوه ومثل على اساس ان الجميع يمشي على منهم من حالهم. وهذا حق بعد ان احنا دائما الاحتفال هذا يكون في ديسمبر عشان يكون مع كل الاحتفالات الوطنيه في البحرين. المتقاعدين الذين يتم تكريمهم في كل عام هم من خيره المتقاعدين والمتميزين في اعمالهم وفي مجتمعهم. نتمنى أن نستمر في هذه الاحتفالية كما استمرينا اليوم للعام 14 على التوالي، وأيضا يتم اختيار رواد عمل من مختلف المجالات ليتم التكريم لهم ويتم الاحتفاء بهم والإشادة بدورهم الوطني والاجتماعي والإنساني في خدمة مملكة البحرين الغالية علينا جميعا. جمعية الحكمة للمتقاعدين هي بيت المتقاعد، المكان اللي يجد فيه نفسه والمكان اللي يحويه بالألفة والمحبة مع أصدقائه اللي قدموا للبحرين مع الكثير في شبابهم وفي حياتهم الجاية إن شاء الله. وأنا أشكر الجمعية على اختيارهم لي كأحد الرواد، وهذا اليوم السعيد اللي احنا بنلتقي في الحفل التكريمي لجميع المتقاعدين والمتميزين. اشتغلت مع بي بي كي أكثر من 34 سنة، وأشكر جمعية الحكمة لاختياري في التميز تكريم المتقاعدين، وأشكر بي بي كي كذلك على اختياري.